فيديو اليوم ديال سباكيتي بلا تمر وقوه المعان كتجي بنينه احسن من اللي مسلوقه. حطيت سباكيتي الوسط وتزيدوا عليها اللي عندكم في الثلاجه. انا درت جوج مطيشات مقطعين صغار وبصله حتى هي مقطعه صغيره، شويه صدر الدجاج والفطر حسب شحال بغيتوا، وخديت الزيت درتو على سباكيتي. في التوابل درت الملح ونص معلقه صغيره من الابزار والتحميره، ومعلقه صغيره من الخرقوم، وشويه ثوم مطحون، ومعلقه كبيره قزبر ومعدنوس. ولا بغيتوا تزيدوا حتى كنون، انا زدت واحد ديال البقري. من بعد كبوا الماء طايب الكميه اللي غتكفيكم، المهم سباكيتي خاصها تضرب، وتحركوا مزيان حتى تاكدوا بلي سباكيتي ما بقاتش لاصقه مع بعضياتها باش ما تجيكمش معجنه. تغطيوها تخليوها حتى تغلي، وملي تغلي عريو عليها وما تبقاوش مازال تغطيوها، وبقاو تحركوها مره باش ما تلصقش ليكم. كتاخذ في طيابها تقريبا 10 دقائق، وزيدوا لها معلقه صغيره من مطيشه ديال الحكم خفى بشويه الماء، وخليوها حتى تنشف، وطفوا عليها البوطه. كتجي بنينه بزاف وبالصحه والراحه. Likey.